بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من منصة مدرسة الأنجال الثانوية لمادة علم الأحياء. إن شاء الله نكمل مع بعضنا السلوكيات البيئية. درسنا في السلوكيات البيئية الأنواع التالية، درسنا سلوك التنافس و جمع الطعام، ودرسنا سلوك الهجرة، ودرسنا سلوك النمط. إيه النمط؟ اليوم إن شاء الله بندرس مع بعضنا سلوك التواصل وسلوك المغازلة. يبقى بقينا سلوكين اللي هو سلوك الحضانة وسلوك التعاون، اللي هم ثمان سلوكات للحيوان، ودي اسمها السلوكيات البيئية. بيقول لي تعتمد سلوكات الحيوانات كلها على البيئة إلى حد ما. الحيوانات تتفاعل معا بسلوكات معقدة تتكاثر وتعيش لأنها ورثت جينات تسمح لها بالعيش في بيئة معينة. آخر شيء وقفنا عنده اللي هو بعد ما خدنا سلوك الهجرة، وقلنا إن الهجرة سلوك الهجرة تعريفه هي حركة فصلية لمجموعة من المخلوقات الحية إلى مواقع جديدة للتغذي أو التكاثر. قلنا أمثلة على سلوك الهجرة اللي هي هجرة الحيوان النوع وحمار الوحش، ودي تهاجر تقريبا على نحو متواصل عندما يهطل المطر اللازم لنمو مصادر غذائه في المناطق المختلفة. هجر الطيور أوز الثلج لكي تجد ظروف أفضل عندما تتغير الفصول. قلنا من الأمثلة على سلوك الهجرة، هنا عملوا دراسة لبعض الطيور وازاي بتهاجر. قلنا الهجرة الأولى بتكون هجرة غريزية، وبعد كده بتكون طبعا ده معتمد على مواقع النجوم ومجال الأرض المغناطيس. أما الهجرة اللاحقة، الهجرة اللي تأتي بعد، فتتأثر بإرشادات خارجية يتعلمها الطائر من خلال الطيران صعيده على الملاحة بدقة. بعد كده خدنا النمط الحيوي، وقلنا هو سلوك تكرر العديد من الحيوانات وكذلك الإنسان لسلوكيات معينة على هيئة نمط متكرر، زي مثلا النوم والاستيقاظ. بيقول لي تعتمد أنواع النمط الحيوي حسب فطر حدوثه، وذلك كما يلي: نمط حيوي يحدث يوميا اللي هو النمط اليومي، ودي دورة حيوية تحدث يوميا، وده مثل النوم والاستيقاظ. أما النمط الحيوي ممكن يكون فصلي أو سنوي، ودي دورات حيوية تحدث إما فصليا أو سنويا. بيقول لي العوامل المؤثرة في النمط الحيوي، يتأثر النمط الحيوي بعوامل بيئية منها تغيرات درجة الحرارة، التزايد والتناقص في ساعات النهار، توفر الغذاء أو الماء. النمط اليومي تعريفه هي دورة حيوية تحدث يوميا كالنوم والاستيقاظ. النمط اليومي هي دورة حيوية تحدث يوميا، تحدث ايه؟ يوميا كالنوم والاستيقاظ. بعد كده عندي سلوك التنافس، عندي من ضمن السلوكيات ايضا سلوك التواصل، هو السلوك الذي تستخدمه المخلوقات الحية للتواصل فيما بينها.